صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك؟ هل هذا على إطلاقه في أمور الدين؟ نعم، يعني قلب المؤمن يفرق له بين الخير والشر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا اتقى العبد ربه جعل قلبه يميز بين الأشياء، فهذا في قلب المؤمن ما هو في كل قلب. نعم.